السلام عليكم، وأنا مرحبا بكم في قناة الرياضية على اليوتيوب. من قصة الأخبار واللقاءات والأخبار الهامة جئت لك اليوم لكي أطلعك وأخبرك عما يدور ويحدث في الساحة المستديرة من الأخبار وتفاصيلها الأهم. سنتحدث عن ما يدور داخل جدران الإسماعيلي من الأخبار هي الأهم، وأيضا سنتحدث عن الكرة المصرية بأكملها وما يحدث من إيجابيات وسلبيات. سنتحدث في هذه الحلقة عن استعداد الإسماعيلي لمواجهة بلوتشر وعودة الإسماعيلي للتدريب أو استئناف التدريب الجماعي، وأيضا سنتحدث عن مواجهات فيوتشر التي انتهت والمقبلة، وأيضا سنتحدث عن الكابتن إيهاب جلال ووضع برنامج تدريبي جديد لبعض اللعيبة، وسنتحدث عن مواجهة أو المباراة الودية التي ستكون من المفروض كانت تكون بين الإسماعيلي وأهلي بنغازي وألغيت هذه المباراة، وأيضا سنتحدث عن وصول بعثة أهلي بنغازي وتصريح المهندس ناصر أبو الحسن وتكريم ثلاثي الإسماعيلي، وأيضا سنتحدث عن الاتحاد الدولي وربط مباراة القمة خارج الأراضي المصرية وتصريح تركي آل الشيخ ولقاءات اليوم وأهم مباريات اليوم والكثير والكثير صديق في هذه الحلقة. ولكن مش طالب منك كده، عايزك تنتظر معايا لآخر حلقة لأن معانا أخبار هي الأهم، ولا تنسى إن احنا عندنا مهمة هي الأصعب، ولكن لا يوجد صعب على جمهور وعاشقي الكرة المصرية وعاشقي درويش برازيل الكرة المصرية. و الاشتراك واللايك والسبسكرايب، وانت عارف ان احنا عندنا مهمة ان احنا لازم نوصل لحد يليق بدراويش الكرة المصرية ويليق بالكرة المصرية، فعايزين يكتر عدد المشتركين والمشاهدات واللايكات والاشتراكات، ومنتظر تعليقاتك على كل ما يحدث في الكرة المصرية من اخبار. وعايز تعرف اي حاجة اكتب لي في الكومنت وهرد عليك. ده بالنسبة لي. وقبل ما نقول نصلي على الرسول وعلى اله وصحبه وسلم، وننطلق في حلقه هي الاهم عما يحدث في الكره المصريه والعربيه من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الاهم. والبدايه ستكون من درويش مصر ودرويش العرب، وطبعا يبدا اليوم الاسماعيلي استعدادا لمواجهه او استعدادا للتدريب الجماعي لمواجهه او استعدادا لمواجهه فيوتشر المقرر اقامتها الاحد 14 ابريل من هذا الشهر لمواجهه فيوتشر في المباراه المؤجله من الاسبوع العاشر. طبعا المباراه دي كانت مؤجله عشان فيوتشر مرتبط بالكونفدراليه الافريقيه، فالمباراه ستكون يوم 14 ابريل باذن مولى عز وجل على استاد الاسماعيليه. اتمنى يعود الجمهور الى موقعه الطبيعي، واللي احنا بننتظره من جمهور الاسماعيلي ان يكون متواجد ومالي الاستاد الاسماعيليه في مباراتين هما الاهم، مباراه فيوتشر ومباراه زد الذي سيكون على استاد الاسماعيليه باذن مولى عز وجل. طبعا لا تنسى ان في مباراة لفيوتشر ستكون قبل مباراة الإسماعيلي يوم 11 أمام المصري بورسعيد على استاد برج العرب، وأيضا لا تنسى إن فيوتشر اتغلب من الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية، فيعاني في هذا الوقت فيوتشر والكابتن إيهاب جلال يريد أن يضع نقاط القوة ونقاط الضعف على فريق فيوتشر، ويريد أن يكون في تغيير في تدريب الإسماعيلي لبعض اللاعبين الذي حسوا بالإرهاق في بعد مباراة السمعة. ده بالنسبه طبعا في مباراه كانت المفروض ان وصلت، انا قلت لك قبل لقاء سموحه او يوم لقاء سموحه قبل اللقاء او قبل انطلاق المباراه، قلت لك ان وصلت بعثه اهلي بنغازي الى القاهره بالفعل ومقيمه الان في القاهره، ووصلت امس الى الاسماعيليه بعثه اهلي بنغازي، وطبعا الترحاب كان زي ما هم عملوا معانا احنا عملنا الترحاب بالورود، وكانت ترحاب اكثر من رائع من مسؤول الاسماعيلي مسؤول اهلي بنغازي، والاقامه في توليب حاليا، ولكن اعتذر فريق الاسماعيلي عن لقاء اهلي بنغازي. ليكون اليوم لقاء اهلي بنغازي سيكون وديا بين نادي القناه على ملعب القناه القديم في المساء والصغر في العاشره مساء او التاسعه مساء. فالاسماعيلي اعتذر عن لقاء، كابتن ايهاب جلال خاف ان هو اللعيبه حد يتصاب في مباراه اهلي بنغازي، هتكون مباراه طبعا اللعيبه هتقول لك ايه يعني هم كسبونا في اهلي بنغازي فاحنا عايزين نعوض الخساره فاحنا هنلعب فيلعبوا بحماس اكتر، فاللعيبه ممكن تصاب، فهو ما صدق ان الدنيا رجعت اللعيبه كلها من الاصابات والدنيا ما عندكش اصابات، حتى الاصابات العضليه محمد حسن رجع وملواني وعبد الرحمن الداح والدنيا كلها، فخايف من الاصابات على اللعيب الاسماعيلي وهو عنده مباراه اهم في الدوري، مباراه فيوتشر وزد والاتحاد السكندري في اسكندريه، فبيقول لك انا عندي مباراه اصعب، ف
اعتذر الاسماعيلي عن مباراه اهلي بني غزي ليكون المباراه اليوم بين نادي القناه في المساء والصباح. ده بالنسبه طبعا في تصريح من الباشمهندس نصر ابو الحسن بيقول لك لن يرحل اي لاعب من الفريق بدون موافقه اللجنه الفنيه بالتنسيق مع المدير الفني. نستهدف حاليا بناء جيل جديد من خلال الحفاظ على القوام الاساسي بغرض اعاده الفريق لوضعه الطبيعي، وده اللي احنا عايزينه وده اللي احنا بنتمناه. طبعا بعد تسليم النادي الاجتماعي لمجلس الاداره طبعا عندك موارد والدنيا تشتغل باذن الله عز وجل، سيكون احتفاليه رائعه لنادي الاسماعيلي ولكيان ودرويش الكره المصريه. نتمنى الافضل لدرويش الكره المصريه. طبعا ثلاثي الفريق باسم احمد محسن وكريم عرفات بقالهم اسبوع ما بيحضروش تدريب، ووفقا للائحه التغريمات في الاسماعيلي وللكره المصريه فسيكون كل تدريبه 20,000 جنيه غرامه على كل لاعب منهم في حاله عدم الالتزام بالتدريب مع الفريق الذي متواجد فيه هذه اللعيبه تحت السن. فطبعا انا مش عارف، انا يعني عايزين نخلص من القصه دي، عايزين نهدي النفوس والدنيا تتظبط. يا كابتن ايهاب جلال انت راجل روحاني وراجل احنا في ايام مبتركه وشهر مبترك، فادي فرصه لله عز وجل مش اكتر. ده بالنسبه لي غرامه طبعا لا ننسى، لاني لما بيكون في عندنا لعيب ذو قيمه وقامه واحنا بنحبه فلما بيعمل حاجه قيمه فاحنا بنطلع نقول برضو حبا في اللاعب وحبا في الكلام. طبعا قبل ما نتكلم عن هذا اللاعب في صفقتين حاليا في الاسماعيلي، الصفقتين دول غينيين تحت السن حاليا متواجدين بيتدرب مع او في اختبار مع الفريق الموجود تحت السن على ان يشاهد هذه اللعيبه كابتن ايهاب جلال، وهو من حقه الاختيار لان الكابتن ايهاب جلال قال لك يعني انا مش هرجع لاي حد، انا اشوف بعيني واحدد اللعيبه دي هل ستكون اضافه للفريق او لا. فموجود عبد الله سيدي بي واسماعيل دمبوره لاعب، اثنين لعيبه تحت السن جايين من غينيا عن طريق الشركه او اتفاق المبرم بين مسؤول الاسماعيلي والشركه التي ستورد لعيبه افارقه للاسماعيلي. فبعت اثنين لعيبه دول عن طريق هذه الشركة، واللعيبة موجودة حاليا تحت السن موجودة بتتمرن حاليا وتضع تحت الاختبار في الاسماعيلي. ده بالنسبة طبعا اللعيب اللي انا كلمتك عنه هو اللاعب جون انطوي لاعب الاسماعيلي السابق الذي حتى الان يلعب في الدوري الغاني ويلعب في درامز الغاني. طبعا انا شاهدت مباراة الملعب المالي ودرامز الغاني الذي فاز فيه درامز الغاني بهدفين مقابل هدف، احرز اهداف درامز اللاعب جون انطوي. والله بتكبر وبتحلو زي ما انت، يعني انت بتكبر وبتحلو. ف احنا عايزين حد زي كده، عايزين لعيبه زي كده تليق باسم كيان نادي الاسماعيلي. ده طبعا نتمنى انطوي الافضل، لعيب جيد لعيب كويس عمل كتير مع الاسماعيلي وكان ليه بصمه مع الاسماعيلي. ده بالنسبه لجون انطوي. تعالى بقى عشان نخش بقى على المواضيع الايه الشيقه. اولا جمهور الزمالك اللي انا بحييه من كل قلبي وبدعمه وبدعم نادي الزمالك، لان والله العظيم نادي الزمالك محب ونادي الزمالك بيه الاشخاص المحترمه والقيمه، ونمبر 1 هو جمهور الزمالك. واحنا على الخاص كعاشقين ومحبين لكيان درويش الاسماعيلي وبرازيل الكره المصريه، وفي الاسماعيليه نحن نحب بعد الاسماعيلي الزمالك. الزمالك والفارس الابيض، انا مش عايز حد يزعل. الكلام اللي على السوشيال ميديا كتير، كبر دماغك كبر دماغك، احنا كل عايزينه ايه؟ فريقنا، عايزين كيان. انا عندي كتير عاشقين للزمالك ومحبين عندي على القناه، انا بحيي الاهلاويه والزملكاويه وكل الناس، في العلم في الاهلاويه ناس قيمه وناس محترمه وناس محبين وبتحب الكوره للكوره. احنا هنا مش للتعصب، احنا هنا من اجل كره القدم، من اجل متعه كره القدم. عايزين نشوف كده زي البريمير ليج، عايزين نشوف
بطولات فيها منافسات فيها حب. عايزين نبقى الزملكاوي قاعد جنب الاسماعيلاوي والاهلاوي قاعد جنب الزملكاوي، مش عايزين تعصب. احنا هنا مش من اجل التعصب، احنا هنا من اجل الاستمتاع بكرة القدم. عايزين يكون عندنا وعي شوية كروي اكتر من كده. ف طبعا التصريحات طبعا كان من المفروض، انا بس تركي آل الشيخ انت عامل مشكلة كبيرة في الكرة المصرية. يعني انت مستشار، راجل قيمة وقامة في الدوري السعودي. انا عن شخصي بحب الدوري السعودي، وكتير في مصر بيحبوا الكرة السعودية وبنحب دوري روشن السعودي، ولكن ما تخلوش يعني يبقى في احتقان بيننا وبين، احنا دول عربية، احنا دول عربية بنحب الكورة مش بنحب التعصب. ده بالنسبة لتركي آل الشيخ عامل طفرة، جيت هنا عملت مشكلة وخليت قيمة اللعيبة بقت فوق الحد يعني الذي لا يطاق. ده بالنسبة ليه. طبعا الاتحاد الدولي يرفض إقامة مباراة الدوري خارج القارة، وبذلك سيتم إقامة مباراة، مش الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي والاتحاد الكاف وكله رفض موضوع إن يلعب مباراة في الدوري خارج الأراضي أو خارج القارة الذي يلعب فيها المباراة، أو خارج نطاق هذه الدولة أو هذا الدوري. فطبعا رفض الاتحاد الدولي، رفض الكاف، فطبعا تركي آل الشيخ زعلان. فطلع بتصريح مع احمد شوبير على اون تايم سبورت. انا عايز اقول لك ان هو مواليد 81، عنده 34 سنه، تركي آل الشيخ مش كبير سنا، فما تاثرش على ما يحدث. هو الغلط مش من عندك، الغلط من عند المسؤولين في اتحاد الكره ان هم بيطوعوك او بيمشوا على ورا الماده بس. فده مش صح، احنا مش صح كده. ينفع اتحاد جدة واهلي السعودي واهلي اهل السعودي يلعبوا في مصر مباراة ديربي؟ ما بيحصلش في اي دولة في العالم. اشمعنى عندنا احنا ما يحدث من كوارث واستفزاز للجمهور المصري. فطبعا قبل ما نلوم المستشار تركي آل الشيخ، نلوم مسؤولي اتحاد الكرة المصري جمال علام واحمد دياب وعامر حسين. الناس دي المفروض تتحاسب، حازم امام المفروض يتحاسب، الناس دي في المسؤولين عن وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي المفروض يتكلم في النقط دي. ده بالنسبه لي. طبعا طلع في تصريح مع احمد شوبير على اون تايم سبورت بيقول لك انا بقالي كتير ما زرتش مصر. انا عايز اسالك يا كابتن احمد شوبير سؤال، هي صورتي لسه موجوده في نادي الزمالك؟ اتمنى لو لسه موجوده يشيلوها. عيب قوي، عيب قوي، استفزاز وكلام مستفز. طلع حسن لبيب بيقول لك اي كلام بيتقال ده تراب تحت رجل الزملكاويه. فانت بتقول كلمه وده بيرمي بكلمه وتلقيح من هنا وتلقيح، احنا كبار عن الكلام ده. احنا عايزين نستمتع بكره القدم. الكوره الماتش يتلعب هنا يتلعب في افغانستان، هو الحق ربنا ان المباراه، اي مباراه في الدوري تلعب في الدوله التي تقام فيها البطوله، غير كده يبقى ده فساد. ده بالنسبة لي. أتمنى لمسؤولين ووزير الشباب والرياضة يتدخل فيما يحدث من، أو من يبقى في إحلال لما يحدث. الناس دي بقالها كتير قوي في اتحاد الكورة، فكفاية عليها كده، كفاية قوي عليها كده، شبعت وأخدت كتير وجوائز وهدايا وفلوس والدنيا بقت حلو. ف نهدى على بعض شوية عشان جمهور الكرة المصرية واعي وعنده فهم كروي. أنا عايز جمهور الزمالك ما يزعلش، وعايز محبين جمهور الاهلي يكونوا فاهمين ما يحدث عشان يستمتع كرة قدم، مش عشان فريقه يكسب. مين يكسب مين يخسر احنا ما عندناش مشكلة مين يكسب، ولكن بما يرضي الله. ده بالنسبة لي. طبعا في مباريات هي الاهم، في مباريات في دوري ابطال افريقيا. امبارح الاهلي فاز طبعا على سيمبا بهدفين، طبعا تأهل رسمي. سان داونز بعد فوزه على يانج افريكانز بضربات الجزاء يتأهل رسمي. فطبعا النهارده تستكمل باقي اللقاءات في دوري ابطال افريقيا. عندك لقاء في لقاءين في دوري ابطال افريقيا، اللقاء الاول بين بترو اتلتيكو ومازيمبي الكونغولي، واسيك ميموزا والترجي التونسي. لقاءات هامه، لقاءات قويه لا تقبل القسمه على اثنين. طبعا الذي سيفوز من الترجي واسيك سيقابل الاهلي المصري، والذي سيفوز من بترو اتلتيكو
ومازيمبي. انا اسف انا امبارح غلطت وقلت ان اللي هيفوز من سان داونز هيقابل الاهلي، ولكن اعتقد ان اللي هيقابل سان داونز الكسبان من بيترو اتلتيكو ومازيمبي، واللي هيقابل من اللي كسبان من الاهلي اللي فائز من الترجي واسك ميموزا. طبعا في لقاءات ايضا. بص انا عايز اقول لك ان البريمير ليج بيتلعب كل يومين. النهارده في لقاءات هامه في البريمير ليج، في 7 لقاءات، ولكن المباراه الاهم اليوم في البريمير ليج ارسنال سيقابل برايتون، ومانشستر سيتي سيقابل كريستال بالاس. كل اللي وصل معايا وكل حبيب الحريف وكل حبيب قناه الحريف وكل حبيب وعاشق للكره المصريه ولدرويش الكره المصريه، كل اللي وصل بقول له شابوه وشكرا لكل اللي بيدعم وكل اللي بيساند القناه، وشكرا لكل التعليقات اللي بتجي على القناه، وشكرا لكل محبي وعاشقي برازيل الكره المصريه وعاشقي الكره المصريه. اتمنى الكل وصل معايا لاخر حلقه. لا ينسى ان احنا عندنا مهمه، وانا عارف انها مش صعبه، لانها مفيش صعبه علينا لان احنا كتير. ها انا عايز بكل عاشقي ومحبي الدراويش يشوف المشتركين عندي قليلين، عايزين نزيد عشان احنا مش قليلين. ف عايزين المشتركين يخش يشترك، اللي بيشاهدني مش هتخسر حاجه ان انت عشان تتابعني على طول تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك واشتراك وتعليق جميل منك، ده هيدفعني لان انا اعمل اكتر بشكل جيد واتابع، عشان احنا والله العظيم بنتعب جدا عشان نوصل لجوه جدران النادي الاسماعيلي ولكل الناس المتواصلين معاها في الكره المصريه عشان اعرفك الاخبار عشان نتواصل. ادعم وشارك بالاشتراك واللايك والسبسكرايب عشان نفضل مع بعض وعشان نفضل مستمرين. ما اقدرش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد وكل سنه وانت طيب. خلاص رمضان انتهى وسيكون عيد سعيد باذن الله عز وجل على الامه الاسلاميه والامه العربيه. اتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.